بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وهذا هو الدرس الأخير من دروس الفلسفة الحديثة والمعاصرة. وبذلك نكون قد أنهينا في هذه المادة القسم الأول الذي يتعلق بإعطاء المحاضرات، وسيكون لنا في مرحلة تالية دروس أخرى عن هذه المادة تكون عبارة عن نماذج لأسئلة امتحانية تكون شاملة لجميع الكتاب. بالنسبة لهذا الدرس الأخير أبناء الطلبة، كما قلنا هو في الفصل التاسع والذي يحمل عنوان نماذج من الفلسفات المعاصرة. قبل أن ندخل في تفاصيل الدرس، أسترجع وإياكم أهم العناصر التي تحدثنا عنها في درسنا السابق، وهي على النحو الآتي. تحدثنا عن عالم من أعلام الفلسفة الوجودية وهو جون بول سارتر، حيث تحدثنا عن حياته ومؤلفاته، وتحدثنا أيضا بالنسبة لفلسفته الوجودية تحدثنا عن أنواع الوجود. أما بالنسبة لأهم العناصر التي سوف نتناول الحديث عنها لهذا اليوم فهي على النحو التالي. سنكمل حديثنا عن جون بول سارتر، حيث سنتحدث عن فكرة الحرية عند سارتر، ومن ثم ننهي بالتعقيب ونقد فلسفة جون بول سارتر. فكرة الحرية عند سارتر: إن الإنسان عند سارتر هو الموجود الوحيد الذي يستطيع بفعله أن يدخل العدم والسلب على الوجود. وكنا قد أوضحنا معنى العدم والسلب، أي أن الإنسان يكون مثلا يتمتع بصفات معينة، لا تبقى هذه الصفات ثابتة وإنما تتغير. هذا التغير هو ما يسميه سارتر بالعدم أو بالسلب أو النفي. إن حريته لا تخرج عن كونها مظهر لوجوده الناقص الذي يتخلله العدم من كل جانب. ربط سارتر الحرية بالعدم الذي يفصل الإنسان عن ماهيته، أنه باستمرار طالما هو حر، لأن الإنسان حر يقوم بهذا العدم، بإعدام الإمكانيات، بإعدام صفاته. العدم داخل الوجود الإنساني في كل لحظة، والوجود الإنساني دائما مهدد بالسقوط في كل لحظة. في أي لحظة يمكن أن يموت الإنسان وينتهي وجوده، لذلك يكون وجود الإنساني وجودا ناقصا. الوجود مشروع من أجل تحديد الماهية، يحاول دائما الإنسان أن يحدد ماهيته، أن يكون كالوجود في ذاته، ولكنه لا يصل إلى هذه أو إلى هذا الهدف. الإنسان يحاول دائما لأن يحقق ذاته عن طريق تحقيق إمكانياته، وهذه الإمكانيات لا تتوقف وإنما يعدمها لتظهر إمكانيات أخرى. أعطي مثالا، فمثلا الطالب يقول أريد أن أكون، على سبيل المثال، أريد أن أدرس لأحصل على شهادة البكالوريا، وهذا أقصى ما يمكن أن يتمنى في هذه المرحلة. بعد أن ينال هذا الهدف نجده يقوم بإعدامه ويطمح إلى أن يكون مثلا طبيبا، أديبا، مهندسا إلى آخره. بعد أن يحصل مثلا على هذا الهدف أيضا يقوم بإعدامه وسلبه، ويقول أريد أن أكون مثلا، أريد أن أعمل، أريد أن أسافر إلى آخره. فهذه عملية إعدام مستمرة. الإنسان يعدم إمكانياته، يحاول أن يحقق ذاته بتحقيق إمكانياته التي لا تتوقف. المشروع لا يتحقق إلا في موقف، هذا المشروع يتحقق عندما يموت الإنسان. الإنسان متروك لنفسه دون عون ليختار فعله الذي يحقق ما به ما يختاره من غاية، أي الإنسان هنا مسؤول عن اختياراته، يتحمل مسؤولية ذلك الاختيار. فما يحدث لي إنما هو يحدث بنفسي، وكل موقف هو لي لأنه صورة اختياري الحر الذاتي. فالإنسان مسؤول حتى عن رغبته نفسها في التملص
من المسؤولية. إذن مسؤول حتى رغبته في التملص من المسؤولية وفي أن يجعل من نفسه سلبيا في العالم، لا يؤثر في الأشياء أو الغير. حتى هذا هو الإنسان مسؤول عنه، يعني الإنسان مسؤول عن اختياره بأن يكون فاعلا أو يكون سلبيا منفعلا. الإنسان لا يتحدد بطبيعة بشرية عامة، إلا أن هناك تحديات شاملة لا مفر من مواجهتها، وهي ضرورة أن يوجد الإنسان في العالم وأن يضطر للعمل مع الغير، أن يموت في نهاية الأمر. هذه التحديات ليست موضوعية أو ذاتية، بل هي الوجهين معا، أي ذاتية وموضوعية معا. فهي من ناحية موضوعية لأنه لا مهرب من الاعتراف بها، الإنسان يوجد والإنسان يموت، الإنسان يتعامل مع الغير، لا مفر من الاعتراف بها. ذاتية لأنها ليست شيئا إن لم يحياها الإنسان. أهداف الإنسان جميعا تكشف عن نفسها في محاولة للتفوق على هذه الأوضاع أو رفضة أو حتى التكيف معها. ربط سارتر الحرية بفكرة المحال أو اللا معقول، فالحرية لا تقبل أي تفسير ما دام الاختيار الحر اختيارا مطلقا غير مشروط. أيضا ربط سارتر الحرية بمفهوم القلق، فيقول إن الشعور بالحرية ولد لدينا إحساسا أليما بالضيق، فكثيرا ما نحاول التهرب من حريتنا والعمل وفقا لماهيتنا، وكأن لدينا ماهية سابقة على وجودنا وهي الغرائز. أما الإنسان الحر هو ذلك الموجود البشري الذي يجد في نفسه دوافع تصميماته ومصوغات أفعاله، يعمل على إبداع قيمه ومعاييره. هذا بالنسبة لفكرة الحرية عند سارتر. نصل إلى التعقيب أو نقد سارتر. أدخل سارتر نوع من الاستمرار التاريخي في تصوره العام للوجود البشري، وذلك عندما أبرز فكرة ثبات المشكلات الموجهة إلى الوجود الإنساني، وكأنها مشكلات سوف تستمر إلى ما لا نهاية. وذلك عندما علم أن التاريخ ليس سوى صراع من أجل حرية الإنسان. فعقيدة سارتر في امتناع التواصل الحقيقي بين الذوات هي التي وقفت في طريق تقدم فلسفة سارتر التاريخية، أي أن الإنسان بإمكانه باعتباره يمتلك الحرية ألا يتعامل مع الآخرين أو يتواصل معهم. فالرابطة الوحيدة بين الحرية الإنسانية هي الصراع. هذا ما دفع بعض النقاد إلى القول بأن وجودية سارتر لا تنطوي على اعتراف بالبعد التاريخي للوجود الإنساني، وأن سارتر في كتابه نقد العقل الجدلي اعترف بأن الإنسان لا يوجد بالنسبة إلى إنسان إلا في ظروف اجتماعية معينة، وبالتالي فإن كل علاقة بشرية إنما هي علاقة تاريخية. فالإنسان لا يكف عن تحديد ذاته عن طريق نشاطه الإنتاجي، والتغيرات التي يعانيها لا يلبث أن يتجاوزها. ويرى البعض الآخر بأن كتاب الوجود والعدم لم يكن يسمح بأي نظرية اجتماعية إيجابية، فقد صور سارتر الوعي الفردي بصورة وعي حر ومستقل. وفي كتابه نقد العقل المجرد يحاول أن يهبط بالحرية إلى عالمنا الواقعي الاجتماعي، حيث يرسم لنا الحرية بصورة عملية تحرر يشارك الإنسان عن طريقها في حركة التاريخ. وفي ذات الكتاب يقدم سارتر فلسفة اجتماعية وسياسية تحلل علاقة الموجود الإنساني بكل من الكون والجماعة والأمة والتاريخ. أيضا أدخل سارتر تعديلا على البناء الوجودي للإنسان عندما استبدل مفهوم القلق بمفهوم الحاجة. فالإنسان كان يتعرف على ذاته من خلال القلق، أما الآن مفهوم الحاجة شيء من الخارج. وضع سارتر في كتاب الوجود والعدم قيدين تجاه الحرية. الأول واقعة وجود الإنسان نفسه على اعتبار أن وجوده لا يتوقف عليه.
أي أنا لست المسؤول عن وجودي. ما المسؤول عن وجودي؟ هو وهما والدي. فهو ليس حرا في ألا يكون حرا. القيد الثاني هو واقعة وجود الآخر، على اعتبار أن من شأن حرية الآخر أن تحد من درجة حريتي. أيضا لا أستطيع أن أحد من وجود الآخر، أو أنا لست مسؤولا عن وجود الآخرين، وأنا لدي حرية والآخرين أيضا لديهم حرية، فحريتهم تحد من حريتي. إذن حريتهم تحد من درجة حريتي. وفي كتابه نقد العقل المجرد اهتم سارتر بالحرية العملية التي يمتلكها الناس بالفعل، فصار يضعها مكان الصدارة بالنسبة إلى الحرية النفسية. فاعترف سارتر بأن الحرية ليست مجرد واقعة مجردة، أي موجودة فقط في الفكر، وإنما هي حقيقة تاريخية ومشروطة بالكثير من الظروف. ومن الانتقادات الأخرى الموجهة إلى سارتر أن الوجودية عند سارتر تدعو إلى الكسل، تنمي الروح الفردية الخيالية التي تبعد أو تبتعد عن الناس، عن المجتمع وما فيه من مشاكل. وجودية سارتر لا تقتصر على تطوير الحياة أو تصوير الحياة الحقيرة، عفوا، وجودية سارتر تقتصر على تصوير الحياة الحقيرة وما فيها من جبن وقلق، إغفال مظاهر الحياة الآلمة القوية التي تؤمن بالمستقبل وتحاول تجاوز المشاكل النفسية والاجتماعية. عدم إيمان وجودية سارتر بالتضامن الاجتماعي من خلال تركيزها على النزعة الفردية. وتعتبر الوجودية أداة للانحلال الاجتماعي، لأنها تحول دون أن يصدر أي من الناس حكما على تصرفات الآخرين، فكل هو مسؤول عن تصرفاته وحر فيها. أليس هناك ضوابط لا أخلاقية ولا اجتماعية ولا دينية يمكن أن نطلقها على أفعال الناس، أو يمكن أن تقيدها أو أفعال هؤلاء الناس، باعتبار أن سارتر يرى بأن الإنسان حر، بحيث يكون كل فرد قائم بذاته في مجتمع يحتاج إلى التعاون والمسؤولية المشتركة. أيضا تنكر وجودية سارتر القيم كما أنها تخلو من مواقف جدية إنسانية. دعوته إلى إنشاء دولة يهودية تضم كافة المنبوذين المشردين من اليهود على حساب الشعب الفلسطيني كان من المفروض على سارتر أن يدعو مواطني الدولة التي تنظر إلى اليهود كيهودي، أن يعيدوا النظر في نظرتهم لليهود، أن يغيروا تربية أبنائهم حتى ينصهروا في بوتقة الوطن الذي يعيشون فيه، بدل من أن يبشروا بضرورة إنشاء بلد جديد له. بهذا أبناء الطلبة نصل معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، هذا الدرس الذي أنهينا فيه كتابنا لمادة الفلسفة الحديثة والمعاصرة، إلى أن ألتقي معكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى، والتي سوف تكون هذه الدروس فيها عبارة عن أسئلة عن نماذج الامتحان، أسئلة مكثفة لكل المادة سوف تلقون فيها كل الفائدة. إلى أن نلتقي، تمنيتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.